ساك أنا أسكن حقيقي شو؟ هلا شخباركم؟ هلا شخباركم؟ اليوم عندنا لعبة الآيس كريم من باربي. ويلا نبدأ. وقبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ونشر هاشتاج حملة توصيل شفا ل 200,000 سبسكرايبر. ويلا نبدأ. أول شيء مكتوب فيه طريقة صنع الآيس كريم. أول شيء نضيف الثلج، بعدين نضيف المزيج، أو ثالث شيء نحركه وندفعه، ورابع شيء راقبها وهي تنزل، أو خامسا نضيف الزينة وبعدين تستمتعي بالمثلجات. أوكي يلا خلنا نشوف شو داخلها. والأشياء الموجودة فيه: واحدة صناعة مثلجات، أو خفاقة مثلجات، واحدة دافعة مثلجات، ثلاث أكواب ورقية، وثلاث ملاعق والدليل، وأكو الطبق، وشي باليوم العرسة ثوب الطبخ. هالماكينة الله شكلها كيوت، شكلها سو كيوت. شوفوا هالأدوات. He wants sprinkles. ها كلها حق التزيين. أوه ملعقة. داخلها نطلعها. ملعقة وملعقة ملعقة ملعقة ثانية، وكتيب الاستخدامات بالانجليزي والعربي والاسباني. هكتب الاستخدامات: العمر فوق 8، هل انت مستعد لعمل بعض المثلجات؟ ارشادات. هالقاعدة يا مكتوب باربي. ها وعاء الثلج، خلوا فيه الثلج. هاي علبة معدنية. هذا غطاء، فتحوه شكله كيوت على قلب. ها غطاء داخلي. خفاقة ودافعة كيوت عليها بعدين أشكال قلب. صح. سبعة كرانك اللي بعد حلو الكريستالة. واضح. خلي الايس كريم يطلع ويدخل منها. ها موزع السبرينكلز حلويات، ثلاث ملاعق واكواب ورقية. ويلا خلنا نجهز المكونات. تحتاجوا 150 ملي كريم مخفوق، تحتاجوا بعد حليب كامل دسم 80 ملي، تحتاجوا سكر، زينة شوكولاتة، فواكه، موز أو أي شيء، أو ملح، ومكعبات ثلج. أول شيء خلي وعاء الثلج القاعدة. ثبتناه، خلينا بعد بوابة. الحين نصف ثلج. لا تستخدم مقطع ثلج كبيرة، استخدم مقطع ثلج صغيرة. الحين بندخل الثلج. كيف شكلها حلو.
الحين نكبوا ماي 3/4 كوب ملح. تبغوا تدخلوا داخل ترى طعمه بيصير الايس كريم بعدين مو حلو ابدا. تشوف يلا الحين بنسوي الوصفة. نحتاج 150 ملي كريمة خفق. يلا مثل هالنوع كريمة الخفق. الحين 80 ملي حليب. فانيلا. ريحتها لذيذة. الحين صبوا سكر حسب الرغبة. ويلا نخلط. خلوه يبرد لمدة 15 دقيقة في الثلاجة. يلا الحين بنروح نبرده. الحين بنصب الكريمة. الحين بنخلي الغطاء نسكره. الحين سكرنا. صب المزيج. بنجيب المسننات والخلاطة بنربطهم. تمام. نربطها. ندخله داخل. كده الحين يلا لفي. يلا قومي يلا لفي. قلنا تلفوه 10 دقائق. الحين خلطنا 10 دقايق. خلنا نشوف كيف صار الايس كريم. واو استوى. استوى ايس كريم. يلا الحين خلنا نكب الماي. فضيت الماي. والحين ندخلها. خلنا ندخل. أوب. يلا فتحي. واو استوى. دخلنا السبينكرز في علبتين. ساك انا اسكن حقيقي. يمي. حلو صح؟ طعمه لذيذ. شليته بالمقلوب عشان تشيس شليته بالمقلوب. طعمه وايد لذيذ. مع سبرينكلز روعة. صح ايس كريم حفلة. هابي بيرثدي سبرينكلز.
خلصنا فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم. لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب ومع السلامة. او نشر هاشتاج حملة توصيل شفا 200 الف سبسكرايبر ومع السلامة. مع السلامة حقكم، باي. شوفكم في الفيديو الجاي. نشوفكم في الفيديو الجاي.